هذه القانون واللائحة التنسية. احنا النهاردة الصناعة القانون الحالي قانون امس يمكن عشان اللائحة هتطلع النهاردة فالطبق النهاردة قانون امس كان بيخش فيه 11 جهة عشان تدي التصريح. قانون اليوم جهة واحدة. قانون امس كان بيعامل كل الصناعات على سواء من ناحية الاشتراطات، ده غير منطقي وغير عادل ان انا عامل مصنع فيه 10 عمال زي مصنع فيه 10,000 عامل. القانون الجديد بيفصل هذه الصناعة الى صناعة قليلة المخاطر، وده 80% من الصناعات، ودي بتاخد تصريحها بالاختار وفي خلال اسبوع. النهاردة احنا نزلين من 634 يوم لاسبوع ل 80% من الصناعات. 20% من الصناعات دي صناعات عالية المخاطر، ودي عشان مزيد من الشفافية هتنزل في اللائحة التنفيذية اللي هتصدر النهاردة ان شاء الله وقعها النهاردة. دي بتاخد تصريحاتها بالتصريح المسبق، وهيتم الحصول عليها في حدود شهر واحد. الجزء الجديد وده هام جدا، لأول مرة احنا بندخل القطاع الخاص في هذه الموضوع من خلال مكاتب الحكومات. احنا هنبتدي نطرح هذا الطرح بالاشتراطات الواجبة من مكاتب الحكومات، بحيث هذه المكاتب هتكون معتمدة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهتكون التصريح بتاعها كأنه بالظبط واخده من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. اللائحة التنفيذية والقانون الجديد بيوحد كل هذه الجهات في جهة واحدة فقط، وهي الهيئة العامة للتنمية الصناعية تبع وزارة التجارة والصناعة. هي اللي هتكون عندها صفة النقدية القضائية، هي اللي هتقدر تخش المصنع، هي اللي هتدي التراخيص الصناعية ممثلة في كل هذه الجهات. ده انا بعتبره يمكن الى حد كبير زي ما قلت يمكن ثوره في التراخيص الصناعيه، وهيساهم بشكل كبير جدا في تحسين مناخ الاعمال في مصر الاستثمار وتكاليف الاستثمار. انا حضرتك وفرت 600 يوم لسبع ايام، انا وفرت الان مستثمر سنتين. الحاجه الثانيه انا بقول للناس اللي عندها مشاكل في التراخيص تعالى عندك تقدر تاخد رخصه، رخصه بطريقه علميه، رخصه بضمانه. عندك مشكله في ترفيه اضاعه، عندك لحد سنتين تاخد رخصه مؤقته ورفع اضاعه في خلال سنتين، مده كويسه جدا. ليه بقول له كده؟ عشان يقدر يستفيد من الفايده اللي طبعا من المركزي، يقدر يستفيد من الاراضي الصغيره، يستفيد من كل مراحل تدريب او تصدير او فرص تصديريه، وينمو يقدر يخش جوه المجتمع ان شاء الله ان هو يقدر يستفيد. الحمد لله مميزات كبيره جدا. تختصر سنتين من حياه ادم ده طبعا شيء طيب. شلت 11 جهه كانت بتتعامل في التراخيص، اختصرتها في جهه واحده وهي مكاتب الاعتماد وهي التنميه الصناعيه. دي كانت حقيقه تعاون من كل الجهات الحكوميه اللي قامت بدراسه ومناقشه القانون ده. ده انا بعتبره قلناه في الاول ده حلم، فالحمد لله حلم اتحقق يعني. ان شاء الله عبر القوانين كلها.